مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وبدأنا خلاص العد التنازلي لنهاية الشهر الفضيل، وأيام قليلة بتفصلنا عن نهايته. حلقة جديدة من مصر في أسبوع بنتعرف فيها على أهم الأحداث اللي حصلت محليا وفي محيطنا الإقليمي والدولي، لأن مصر بالفعل دولة محورية بتؤثر وتتأثر بما يحدث بداخلها وحولها. مهم جدا ان احنا نعرف اللي بيحصل في العالم بالظبط علشان نقدر نفكر ونقيم الأحداث وبعدها نبدي آرائنا. في مصر في أسبوع بنتعرف على أهم الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي وأيضا الرياضي. خلينا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات مع دولة الإمارات. رئيس الجمهورية يتابع تطورات سير العمل بالمتحف المصري الكبير. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس. والرئيس يوجه بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى لقطاعات الزراعة. مدبولي يوجه بسرعة استلام الموظفين لوحداتهم السكنية للعمل بالعاصمة الإدارية. ووزارة الداخلية تشارك الأطفال في الاحتفال بيوم اليتيم. أما اقتصاديا فسوق العبور يلبي توفير كافة المنتجات الغذائية للمواطنين. ورياضيا الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 38. وأخيرا ثقافيا قبة الغورية تنظم عدد من الفعاليات الدينية احتفالا بشهر رمضان الفضيل. تفاصيل الأحداث بعد الفاصل. في الأسبوع اللي فات الحقيقة كانت في زيارة مهمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لمصر، وكان في استقباله بالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاء ثنائي بالطبع مهم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. حيث اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر الكريم أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر الاتحادية. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، مؤكداً اعتزاز مصر حكومة وشعبة بالعلاقات بين البلدين الشقيقين وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة. ومن جانبه أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين. وقد بحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
هذا وفي نهاية زيارة ضيف مصر الكريم، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة الدولي. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة دايما بيهتم بالوقوف على التفاصيل والأعمال التنفيذية للمشروعات القومية القائمة، وطبعا في مراحل تنفيذها المختلفة، وده لرفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير خاصة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات لتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة. ده كان خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف والبهو العظيم والدرج العظيم وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض ومتحف مراكب الملك خوفو وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقا لأعلى المعايير العالمية. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله. أيضا من الأعمال التنفيذية اللي بيتابعها الرئيس السيسي هو وجه أيضا بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري، أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن بحمولة 36.1 مليون طن. كما عرض الفريق أسامة ربيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكركات حفر في ضوء محورية دورها في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الجهود الجارية لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة في مصر بهدف زيادة الإنتاج من صيد الأسماك في السواحل والبحيرات المصرية.
كما تم تناول مسار تنشيط سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتزويدها بالخدمات اللازمة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع المهم من مختلف الجوانب، سعيا لأهمية الاستثمار الأمثل للمزايا الطبيعية التي تتمتع بها مصر في ضوء موقعها الجغرافي الفريد على البحرين المتوسط والأحمر. مواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى لقطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي في ضوء التحديات العالمية الجسيمة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكا وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي التي تتعاظم أهميتها حاليا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجها في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه. عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار، والاجتماع تناول الحقيقة موقف الأعمال الجارية بعدد من المدن الجديدة ومراحل تنفيذها. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليا في البلاد، ومن ثم يمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية. كما شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن، جنبا إلى جنب مع استعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات القيمة التاريخية على مستوى الجمهورية. كما اطلع كذلك على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين في سيناء، حيث وجه سيادته في هذا الشأن بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدا عالميا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية ويحافظ على التراث المعماري ويعلي من القيمة الروحية للمنطقة كملتقى للأديان وأرض للسلام. في الأسبوع اللي فات الحقيقة كان في زيارة مفاجأة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقت الإفطار لقسم شرطة مدينة نصر، ويمكن كلنا تابعنا ده في الفضائيات، وكان في موعد الأذان بالظبط واطمأن على سير العمل داخل القسم وعلى جودة الخدمات المقدمة، وطبعا مع الضباط والضابطات والأفراد والمواطنين وقسم حقوق الإنسان والأقسام المختلفة في قسم مدينة نصر. اتفضل كل الناس ده، هاتوا لي كل الناس لو سمحت.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فقلت عدي اعمل محضر قبل ما اروح الصبح عشان اوديها تتصلح عشان زاد باص خالص يعني. ده عربيه مصري. خالتي انت عايز تعمل محضر ليه؟ عشان شركه تامين. انا عليها شركه تامين فلازم لو اخويا يعني فاهم روتين يعني. فعامل كده اتصلت انا وجيت عشان اقابل حضرتك. سعداء بتشيك ساعه الكشاف. جاتلك سنه سيادة اتصلت زي دي. ربنا يعينك يا ريس. الله يعينك على خير. يعني خير طبعا. انت نفسك فين بقى؟ نفسي انزل سنتي على رجل مريم. ده انا اشرف البلد واشرف اهلي وانت ماشي في البلد بتاعك. ايوه ما تتدلش. الحمد لله يا فندم انا كنت مدرسه فوساوي وكان فوساوي كويس والحمد لله. شرفت ان انا اطلع بمنحه تبع الوزاره لدوله فرنسا السنه اللي فاتت. ان انا كنت لغايه بعد الفرنسيه. كان كل هدفي ان انا غير ان انا اخد المنحه اخد الشهاده ان انا اشرف البلد بره. انا ده مصر اخلاقه والسلوك والكلام ده الانتظام في المواعيد والانضباط عمل. يعني انا نسيت ان انا رايح كعمر انا رايح طالب كليه الشرطه المصريه. انا كل خطوه وكل كلمه وكل حاجه بعملها مسؤول عنها. فكنت بركز في الموضوع ده. الحمد لله طلعت من الاول من الموضوع ده. عندك وقت فاضي قد ايه في اليوم هنا؟ سيادتك هو بنشتغل في الطبيعي 8 ساعات ده الرسمي حتى لو اقتضى الامر اكثر من ذلك يعني اشتغل. في شغل سيادتك بتكمل يعني في شغل يقعد سيادتك احنا في شغل يقعد يعني سيادتك هو سيادتك زي ما سيادتك عبرت قبل كده ان احنا بالذات الشباب الصغير ده احنا بنحاول ننقله تدريجيا ما ينفعش طبعا يخش على معطلات الحياه الوظيفيه مره واحده تمام ما يقدرش ولكن هو الثمان ساعات ده بيبقى الاساسي بتاعه لكن احنا ممكن بيبقى في ساعتين او ثلاثه زياده لو حاله العمل تطلبت ذلك طبعا سيادتك عارف المعموله وسيادتك ما بيروحوش سيادتك بيروحوا بس هو البيت ليه حق وصحتك ليها حق وحياتك ليها حق بس يعني بس البلد ليها حق اكتر يعني واحنا ماشي قدها واحنا فندم قدها سيادتك وبنوعد سيادتك وبنطمن سيادتك على الحاله العامه ان شاء الله وحاله الامن ان شاء الله تبقى حاله ان شاء الله تزايد واطمئنان بالنسبه لجميع الناس، الناس تبقى حاسه فعلا ان الامن ليه يعني عودته قويه وانه بيحقق التوجيهات بتاعت سيادتك وتوجيهات الوزاره بتاعتنا واحنا بنطمن سيادتك يعني بحاله الامن بصفه عامه ومدينه نصر ان شاء الله ومدينه نصر الاول بصفه خاصه ان شاء الله. استمر يا فندم وحضرتك قدوه لينا واحنا باذن الله هننتهي بنفس النهج واحنا ممكن زي ما سيادتك قلت ساعات العمل والضغط بتخلينا ننسى ان احنا نهتم بصحتنا طبيعه المشاغل من 8 الصبح لحد اوقات متاخره من الليل بننسى الجانب ده فاحنا باذن الله بفضل الله وسيادتك قدوه لينا هنحاول نستقطع اي وقت حتى لو نص ساعه في الليل الواحد ممكن يتريض فيها ويمارس اي رياضه انت لو مشيت من مكتب للمكتب لغاية البوابة دي تبص على الولاد وتطمن عليهم 10 مرات في اليوم 50 متر في 10 قصور أو كان ده خليك ماشي في طريقك اللي أنت ماشي فيه أنت ماشي الصح وإحنا شايفين إن ده حاجة 100 وتمام واللي بنشوفه في البلد ده التطورات والكباري اللي وفرت علينا المشروع المشاوير ووفرت علينا الوقت بتاعنا وكل حاجة والأمان اللي إحنا ماشيين فيه أنا هقول لك على حاجة أوعى تتصور إن اللي اتعمل اللي هو الشارع والكوبري ده خطير جدا جدا صحيح انت ده اللي بتحتك بيه طبعا ده اللي انت ايه بتحتك بيه وبالتالي كتير مننا لما ادارش مع حد يقول لك ايه يعني يقول لي الطرق والكباري يعني لا مش مقصودش كده لا يعني ما تقولهاش لا مقصودش لا مقصودش انا بقولها من باب ان احنا النور اللي احنا فيه ده لا يقل انجازه عن الطريق والكوبري ليه؟
يعني كان عندنا 25,000 ميجا، بقى عندنا تقريبا 50,000، يعني ضعف اللي انت عملته في طوال السنين اللي فاتت. لما احتجت تعمل تاني عشان تخلي الناس تعيش وعشان نخلي في استثمار وعشان نحل المساله، ضعفنا الكميه واكتر من الكميه واكتر من الكميه، وبقى عندنا بعد كل الاستخدامات دي في عز الحر عندنا 20% زياده عن الطاقه موفرينها للطوارئ. فتنصحيني بايه؟ بنصح حضرتك ان انت برضه تاخد بالك من صحتك وتكمل حضرتك في اللي انت ماشي فيه، ان احنا ورا حضرتك وهنقتدي بيك. وبشكر حضرتك طبعا ان انت اديتنا فرصه كبيره السيدات ان هم يدخلوا كليه الشرطه باعداد كبيره السنه دي. حضرتك اديت فرصه لطالبات كليه الحقوق ان هم يخشوا باعداد اكبر من اي سنه، فدي فرصه كبيره قوي لينا ان احنا نشارك بالمجتمع ونؤدي دورنا ونحاول ان احنا نكون على قد المسؤوليه في الوظيفه اللي احنا فيها باذن الله. ان شاء الله. وده صحيح صح لي العفو يا فندم. طبعا احنا بنتعلم من سيادتك. لا بنتعلم من سيادتك، فعلا شرف لينا تشريف سيادتك لينا، وده ده تاج فوق دماغنا والله. كتر خير. وسيادتك احنا مبسوطين لكل الانجازات اللي سيادتك قمت بيها، وده باين جدا يا فندم في كل حاجه. وما نسمعش سيادتك لاي معوقات تعيق المسيره بتاعت سيادتك. ف ده اللي انا عايز اقوله للمعاليك بس. سيادتك كده احنا سيادتك ماشي في الطريق الصحيح. كل سنه وانتم طيبين. طيب الحمد لله. انا سعدت بيكم ده. احنا كنت شفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم بمدينة بدر، مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في هذه المنطقة، وأيضا تيسير آليات نقل الموظفين للحي الحكومي الخاص بهم هناك عبر منظومة النقل الجماعي اللي وفرتها لهم الدولة. أيضا وافقت الحكومة على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه للموسم الزراعي الجديد، بشكل بيسهم في دعم المزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم بمدينة بدر، مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في هذه المنطقة، وأيضا تيسير آليات نقل الموظفين للحي الحكومي الخاص بهم هناك عبر منظومة النقل الجماعي اللي وفرتها لهم الدولة. أيضا وافقت الحكومة على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه للموسم الزراعي الجديد، بشكل بيسهم في دعم المزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية اللي كان طبعا بالطبع قبل كده كان كتير من المزارعين بيهجروا الأراضي الزراعية وما كانش عندهم أي حوافز أنهم يكملوا في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية. حرصا من الشرطة على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات للأطفال للمواقع الشرطية وتوجيه المأموريات لدور رعاية الأيتام لتوزيع الهدايا والكشف الطبي عليهم. تنوعت الاحتفالات التي نظمتها وزارة الداخلية للأيتام، فقد استقبلت الإدارة العامة للمرور عددا من أطفال دور رعاية الأيتام، وتم توزيع هدايا وكتيبات إرشادية وتنظيم محاضرات عن قواعد وآداب المرور. عندي أمل فيكم وبيكم،
نبني عزيمة وعمل. كما أقامت لهم الإدارة المدينة المرورية للأطفال، والتي تعتبر نموذج مصغر للشوارع والميادين والسيارات، تعرفوا من خلالها على القواعد المرورية الواجب اتباعها. احنا كنا في الإدارة العامة للمرور، وقعد الضباط يشرحوا لنا ازاي نعدي الشارع ويعلمونا السواقة. نحب نشكر الضباط عشان هم بسطونا ولعبوا معنا كتير قوي، لعبونا بالعربيات. كان يوم جميل ولعبنا بالعربيات وتعلمنا السواقة وكمان خدنا هدايا. بشكر الضباط النهاردة عشان هم كانوا معنا في اليوم الجميل ده. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاج. وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للأطفال الأيتام، فقد قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم زيارات إلى دور رعاية الأيتام، وكذا دور رعاية الأيتام من ذوي الهمم، حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع هدايا عينية عليهم أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم، وأكدت مدى الاهتمام بهم والرعاية المقدمة لهم. الزيارة دي بتفرق كتير مع الأطفال، هم بيزوروا الأطفال وبيشوفوا الأطفال وبيحسسونا قد إيه هم موجودين معانا طول الوقت وبيساعدونا على رعاية الأطفال. وطبعا بنقدم كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بذوي الهمم. أبنائنا سعيدة اليوم بالزيارة ديت، ودايما وزارة الداخلية على طول الزيارات دي دائمة معانا. مبسوط عشان الضباط اللي هم جم يدونا هدية، والمفروض إن احنا نقول لهم شكرا. في هذه الزيارات تم استحاب قوافل طبية للكشف الطبي على نزلاء هذه الدور من الأيتام، وتقديم الرعاية الصحية الملائمة لهم مع صرف الأدوية اللازمة. النهاردة الضباط جيهم هم والدكاترة وكشفوا علينا ولعبوا معانا وجابوا لنا هدايا ولعب. احنا اتبسطنا كتير معاهم واحنا بنحبهم جدا جدا. شكرا للضباط جيهم ولعبوا معانا واحنا اتبسطنا قوي. كما قامت مديريات الأمن بالاحتفاء بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام، واستقبال نزلاء هذه الدور من الأيتام بالمواقع الشرطية المختلفة وتقديم هدايا لهم. دعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام دعم متواصل على مدار العام من خلال الزيارات لدور رعايتهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فهو دعم يجسد أسمى معاني التكافل والتراحم. لما نتكلم عن الاقتصاد بنتكلم عن الانتاج والتوزيع والتجاره والاستهلاك للسلع طبعا والخدمات. سوق الجمله للخضار والفاكهه الحيه بمدينه العبور بيلعب دور كبير جدا في توفير كافه المنتجات الغذائيه من جميع محافظات مصر، لانه بيتم ضخ تقريبا ما بين 18 ل 20 الف طن يوميا داخل السوق لحوالي 100 الف تاجر. مئات الاطنان من الخضروات والفاكهه تحملها هذه السيارات القادمه من كل محافظات الجمهوريه لتضخ يوميا داخل سوق العبور التجاري تمهيدا لتوزيعها على تجار التجزئة. وهنا داخل إحدى العنابر الخاصة بالخضروات تصل المنتجات بشكل منتظم في مشهد يؤكد على توافر جميع السلع وبأسعار لا تقبل المنافسة. المتوافر جميع الخضروات والفاكهة متوافرة، ما عنديش أي تقصير في أي حاجة، كل حاجة موجودة. هو ممكن تخف شوية، ده نظير العوامل الجوية، ممكن لو ساعة قوي بتخلي الانتاج يقل في بتاعه، لو حر قوي ممكن يحرق الزرع، لكن كل حاجة موجودة. وحضرتك انت في السوق معانا وشايف الخيارات وشايف كل حاجة موجودة، ما عندهاش اي ازمة في اي حاجة. هديك اسعار الخضار كله وهتلاقيه من سنة واثنين وثلاثة وخمسة بنفس الطريقة. يعني الـ هنبدأ بالطماطم بتسعين بمية، في بمية وعشرين دي سلكة،
البطاطس من 4.5 ل 5 جنيه. البصل طبعا كان من سنتين ب 2 جنيه وب 3 جنيه، عشان بس التصدير فتح وكده ف 8 جنيه 9 جنيه 10 جنيه. وشهر ولا 15 يوم ويوصل 4 جنيه 5 جنيه تاني. البسلة ب 8 جنيه 10 جنيه. الملوخية طبعا عشان كانت تحت الصوب فكانت ب 12 و13. أما أقسام الفاكهة فهي الجزء المكمل بسوق العبور، وتتميز بتوافرها في جميع أوقات العام وبجودة عالية. كانتالوب موجود، مركت أسباني وموجود جوافة وموجود خوخ وموجود كل حاجة يعني. ما شاء الله الخير كتير، سعر كويس يعني. الكانتالوب شغال 5.5 6، الجوافة شغالة طبعا هي غالية شوية عشان العصير وكده والكوكتيلات، فالجوافة شغالة برضو 10 11 9 كده يعني. واليوسف شغال 8 7 5 جنيه اللي هو الوسط شوية كده يعني. يعتزم الجهاز التنفيذي لسوق الجملة للخضار والفاكهة بمدينة العبور بدء المرحلة الثانية من مشروع الثلاجات الذي يشمل توفير 24 ثلاجة بسعة 200 طن للثلاجة الواحدة في النصف الثاني من العام الجاري. خلصت حلقتنا مشاهدينا من مصر في أسبوع. استنونا الأسبوع الجاي أخبار جديدة بتتأثر بيها مصر وتؤثر بيها في محيطها في العالم، وتقبلوا تحياتي. إلى اللقاء.